يشيلون الذهب مالك. هذه أمانة ولازم يحافظون عليها ويرجعونها لك. يسلمك، أنت طالعة من أي عصر، من أي قوم؟ أي أمانة؟ من يعرف الأمانة؟ ما حد برا يعرف الأمانة. الأمانة أنت تعرفينها بالربعة، ما حد يعرف الأمانة. كلش لما بطلت الجنطة أدور الذهب ما لقيت الذهب بالجنطة، فتش ما لقيت، عرفت إنه راح. بس الحين عاد شنو المرحلة الجاية؟ أقعد أدور على المرأة اللي خانت الأمانة. زين، والذهب كم قيمته؟ ذاك الوقت ثروة، حروة 15,000 20,000 دينار، مو شيء سهل. اي والله مو شيء سهل. وين يا حسرتي يا قلبي؟ المدير اتصل فيني وقال لي اهلي المتوفي بلغوا عني النيابة. مالك عليك، بس بلغوا عنك النيابة؟ يا ابي اوقف قلبك وبتموتين يا يما، اخذ الموضوع بصدر رحب، علامك ما تخوف كلمة النيابة. انا اليوم مني بالمحكمة وقالوا لي 36 سنة سجن. تدري سويت؟ شفت المارد هذا اللي يسوي له كذي ويطلع المارد قاعد تضحك. وي ما قلت شيء، والله بضحكها، ما قلت شيء. قلت شيء. ها ماجد، اليوم كأنك مو رايح الجامعة خير؟ لا يبا، انا رحت بس كان عندي محاضرة واحدة خلصت وقلت لي اطمن عليك. زين سويت، زين سويت. شلونك الحين يبا؟ والله الحمد لله زين، اشوه بس بخير. هلا دكتور. هلا هلا والله، شلونك دكتور؟ صار على نتيجه المنظار ما طلعت. معلش ممكن نكلم لوحدي؟ ترى هذا ولدي. عادي تكلم دكتور، قول لي تبي. الافضل تسمح لي نكلم لوحدي. زين خلاص يا لبانا، انا بنطرك برا، انا ذنك. كيف الحال؟ الاخبار دكتور؟ خرحتني ترى، كلامك اللي قاعد تقوله ما يطمن. صاير والله يا استاذ مشعل، مش عارف اقول لك ايه. انت عندك سرطان منتشر في القولون من الدرجه الثالثه، وده واصل للغدد الليمفاويه. يعني شلون؟ يعني هنبدا نعمل جراحه، وان شاء الله بعدها هنشتغل على كيماوي. يعني دكتور ما في حل غير الجراحه؟ الادويه، العلاجات ما تنفع؟ الموضوع منتشر والنتيجه بتاعته معروفه. لا عين ما صلت على النبي، الناس من يعرف انها حامل واحنا المصايب قاعده تهل علينا. قوليها قوليها، هيا قوليها بصريح العباره، من طبيت عليكم انا والمصايب قامت تهل عليكم، استحي قوليها. ما فيك شيء خواني، مش هالحكي.